بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما اتكلمنا عن البيئة الصحراوية، تعالوا نتكلم عن الخصائص الطبيعية للبيئة الساحلية. البيئة الساحلية دي عاش الناس على السواحل واعتمدوا على ثروات البحر في معيشتهم وتجارتهم، فعرفت حياتهم بحياة البحر. ليه؟ أصلهم عايشين على ساحل البحر. البيئة الساحلية دي هي جزء من اليابسة أو الأرض اللي بتطل على البحر أو المحيط، وبتتنوع السهول الساحلية في مصر، فمنها سهول ساحلية ضيقة على البحر الأحمر بسبب اقتراب الجبال منها، وسهول متسعة على البحر المتوسط. عناصر البيئة الساحلية: خط الساحل والشاطئ القريب وسهل ساحلي. تعالوا نشوف بعض التعريفات الهامة اللي هتهمنا في هذا الدرس. خط الساحل ده هو خط بيفصل ما بين اليابسة والماء. يبقى ايه هو خط الساحل؟ الخط اللي بيفصل ما بين اليابسة والماء. أما السهل الساحلي هو أرض بتمتد من خط الساحل إلى مسافات داخل اليابس. أما الشاطئ القريب فهي مياه ضحلة غير عميقة بتمتد من خط الساحل داخل البحر. مناطق توزيع البيئة الساحلية: بتمتاز مصر بسواحل طويلة ممتدة لمسافات كبيرة، وبتوجد في البيئة الساحلية على البحر الأحمر، على البحر المتوسط، والبيئة الساحلية على البحر الأحمر في النقاط اللي احنا شايفينها على الخريطة اللي قدامنا دي. بتمتد من مدينة رفح شرقا حتى السلوم غربا، وبتنقسم لثلاث أقسام. في ساحل شمال سيناء اللي بيبلغ طوله أكثر من 200 كيلو متر، وفي ساحل الدلتا اللي بيمتد ل 220 كيلو متر من بورسعيد لحد غرب الإسكندرية، وفي الساحل الشمالي الغربي من الإسكندرية لحد السلوم. بتمتد أيضا من مدينة طابة شمالا حتى حلايب جنوبا، وبتنقسم إلى ثلاث أقسام. احنا هنا نقلنا على مين؟ على البحر مين؟ الأحمر. بتنقسم لثلاث أقسام: من السويس لحد مدينة حلايب جنوبا، وعلى خليج العقبة من طابة إلى رأس محمد، وعلى خليج السويس من مدينة رأس محمد إلى السويس. من مدن البحر المتوسط هنلاقي الإسكندرية، بورسعيد، مرسى مطروح، والعريش. ومن مدن البحر الأحمر طابة والسويس والغردقة ورأس علم وحلايب. تعالوا نشوف الخصائص الطبيعية للبيئة الساحلية في مصر. هنتكلم عن عدة نقاط: السطح والمناخ والنباتات والحيوانات. بالنسبة للسهول الساحلية في البحر المتوسط، الجزر الساحلية، في حاجة اسمها الجزر الساحلية، دي بتنتشر بالقرب من سواحل البحر الأحمر عند مدخل خليج السويس. بيصل عددها لـ40 جزيرة، وبيستخدمها السكان كمراكز للصيد في السياحة. وأهم الجزر شدوان، وهي الأكبر مساحة، وسفاجة ومجاويش وتيران. أما بالنسبة للبحر الأحمر، في حاجة اسمها البحيرات والمستنقعات، ودي بتشمل بحيرات البحر المتوسط، بحيرة البردويل شمال سيناء، وتعد أقل بحيرات مصر الشمالية تلوثا بسبب عدم وجود مياه صرف زراعي أو صناعي أو صحي فيها، وبحيرة المنزلة والبرولوس وإدكو ومريوك. وهنلاقي كمان على البحر المتوسط الخلجان والرؤوس على ساحل البحر الأبيض المتوسط. الخلجان دي زي خليج أبو قير وخليج العرب. أما الرؤوس الأرضية مثل رأس الحكمة ورأس الضبعة ورأس علم. البحيرات والمستنقعات، بتنتشر المستنقعات والكثبان الرملية. احنا هنا نقلنا على مين؟ على البحر الأحمر، تمام. احنا بناخد حتة في جزء من، بنتكلم عن نقطة في البحر المتوسط، بعد كده بننقل على البحر الأحمر في هذه النقطة. البحيرات والمستنقعات بتنتشر، المستنقعات والكثبان الرملية في شمال سيناء ودلتا النيل، كما تكثر المستنقعات والسبخات الساحلية الملحية التي تنمو بها نباتات تحب الملوحة على البحر الأحمر. الخلجان والرؤوس بقى على ساحل البحر الأحمر، فبتكثر على خليج السويس والعقبة، وأنشئ عليها العديد من الموانئ الهامة، زي مين؟ زي الميناء الشهير بتاع شرم الشيخ ونويبع والسويس، وبتقل الخلجان والرؤوس على سواحل البحر الأحمر. أما الشعاب المرجانية بتنتشر على طول ساحل البحر الأحمر نظرا لصفاء مياهه ودفء حرارته وهدوء حركة مياهه ومياهه الضحلة. وبتتميز الشعاب المرجانية بمناظرها وألوانها الجميلة جدا اللي بتجذب إليها السائحين. تعالوا نشوف المناخ في البحر المتوسط.
مناخ معتدل طوال العام، حيث بيلعب البحر دورا هاما في تلطيف درجة حرارة الجو. طبعا بتهب رياح شديدة شتاء بتؤدي لحدوث النواد، وبتستمر لعدة أيام متصلة، وبتؤدي إلى توقف حركة السفن وتدمير المباني والمنشآت في بعض الأحيان، وبتسقط الأمطار على الساحل الشمالي، وده بيؤدي لقيام الزراعة شمال سيناء والساحل الشمالي الغربي لمصر. أما بالنسبة لمناخ البحر الأحمر فهو مناخ بيميل للدفء طوال العام مع ارتفاع درجة الحرارة صيفا، وبتقل الأمطار وبتزداد صيفا في أقصى الجنوب، وأحيانا بتسقط الأمطار بشدة وتسبب ما يعرف باسم السيول، وبينتج عنها دمار كبير للطرق والمنشآت لما بتحصل هذه السيول. النباتات الطبيعية والحيوانات. على طول ساحل البحر المتوسط فيه حشائش وأعشاب، وبتعتبر مراعي طبيعية للحيوانات بجانب أشجار الزيتون واللوز. أما الحيوانات فهي أغنام وماعز وبعض الحيوانات البرية زي الغزلان والثعالب. في ملحوظة مهمة، إنه بيوجد في العالم أكثر من 40 مدينة اسمها الإسكندرية، وأكبرها هي مدينة الإسكندرية بتاعتنا اللي هي مدينة الإسكندرية اللي في مصر. أما النباتات الطبيعية والحيوانات، على طول ساحل البحر الأحمر في شجيرات المنجروف التي تنمو في المناطق الطينية والغرقد والسمار، وأما الحيوانات ففي القط البري والقليل جدا من الغزلان. فائدة تعريفات هامة في هذا الدرس: التلال الجيرية هي تلال مكونة من الصخور الجيرية ناصعة البياض. أما البحيرات فهي إيه؟ يعني إيه بحيرة؟ هي مسطحات مائية بتمتد عادة موازية للبحر وبتتصل به عن طريق البواغيز. أما البغاز يعني إيه بغاز؟ كنت عارف إن أنت هتسأل طب يعني إيه البواغيز دي؟ البغاز ده فتحة قد تكون طبيعية أو صناعية بتدخل عن طريقها المياه للبحيرات. ايضا من ضمن التعريفات المهمه المستنقع. يعني ايه مستنقع؟ المستنقعات دي مناطق منخفضه ممتلئه بالمياه والحشائش والاعشاب. اما الخليج عباره عن تداخل مائي في اليابسه زي خليج ابو قير مثلا. اما الراس الارضي هو ارض ممتده داخل مياه البحر. ايضا الشرم هو خليج شديد ضيق زي نسبه الى مين، او زي مين بقى اللي احنا اطلقنا عليها كده، مدينه شرم الشيخ. فكلمه شرم دي يعني ايه؟ خليج شديد ضيق. أما الشعاب المرجانية عبارة عن تكوينات من صخور جيرية أفرزتها حيوانات بحرية على طول ساحل البحر الأحمر. تعال ناخد بعض الأسئلة، واللي طبعا مش هنجاوبها كالعادة، عشان السؤال اللي مش هتعرفه هترجع ليه الدرس تسمعه تاني، عشان يعني إيه أنت اللي تطلع الإجابة بنفسك. فلما تطلع الإجابة بنفسك طبعا عمرك ما هتنساها بعد كده، وهتثبت في دماغك وتستوعبها كويس. ما النتائج المترتبة على سقوط الأمطار على شكل سيول، وسقوط الأمطار على ساحل البحر المتوسط، وانتشار الجزر الساحلية بالبحر الأحمر؟ خلص الدرس النهاردة. لو عندك أي سؤال لا تتردد لحظة أن أنت تراسلنا، معنا فهم نتعلم ببساطة، وإلى اللقاء.